ده بقى يشجعني اخد الخيط ونكمل مع سيادة النائب اكمل نجاتي. وسيادة النائب اكمل، حضرتك مستقل يعني، ما فيش حزب معين حضرتك يعني تقريبا خرجت منه او تدرجت فيه، ولكن حضرتك انضميت كرجل مصري وشاب مصري عنده اراء سياسيه، فمحتاج ان انا اتكلم، محتاج ان انا الاقي دايره اتبادل فيها الراي. نوصل بالشباب من خلال ذاكرته النائبه اميره والشباب والناس اللي بتتواصل مع الحزب سين او الحزب صاد او عين وعايزين نشترك في الحزب ده او نتعرف على برامجه، على وجود التنسيقيه في الشارع وتكامل التنسيقيه مع الشارع، بتاخد ايه من الشارع وبتطلع ايه للشارع؟ خليني الاول يا عمرو اشكرك على الاستضافه يعني استهل كلمتي بتحيتين الحقيقه، تحيه اوليه للاباء المؤسسين الشباب اللي تحملوا بناء هذه الفكره وتحمل كل الانتقادات وقدروا يعبروا بيها في مرحلتها الاولى من اختلافات ايديولوجيه الى توافق وبناء يعني نموذج سيدرس في النظم السياسيه يعني قولا واحدا. التحيه الثانيه لاعضاء التنسيقيه من غير النواب ومن غير مساعدي المحافظين، لان هم دول النواه الحقيقيه والقوه الفاعله من شباب الاحزاب ومن المستقلين اللي بيشتغلوا معانا. وجدير بالذكر ان احنا لازم نحيي اثنين من اعضاء التنسيقيه، يعني نحيي روحهم لان هم فارقونا، النائب احمد زيدان رحمه الله عليه وزميلنا يوسف شعبان من الشباب. الحقيقه ان تجربه التنسيقيه انا ليا تجارب سابقه حزبيه، لكن انا اتعلمت في التنسيقيه في الاربع سنين اللي اتضميت فيهم للتنسيقيه قد اللي اتعلمته من 97 ل 2015، وده مش مجامله. انضميت كمستقل؟ كمستقل. والحقيقه ان انا يعني فكره المستقل دي انا نفسي عندي فيها قول ان مفترض ما فيش سياسي مستقل، السياسي لازم ينتمي لحزب، لان الحقيقه العمل السياسي لازم يبقى مؤسسي، فالاحزاب هي القناه الشرعيه للممارسه السياسيه. لكن التنسيقيه نجحت انها تجذب المستقلين وتستفيد من خبراتهم وتعلمهم ويبتدوا يشتغلوا على ملف مهم جدا، ويمكن ده الملف اللي كلنا دورنا حواليه في كلامنا كلنا، وهو التنشئه السياسيه. ويمكن ده من اهم الملفات اللي التنسيقيه نجحت فيها. والتنشئه السياسيه اللي قدرت تعملها التنسيقيه في خلال الخمس سنوات الماضيه هي اللي النهارده خلت 90% من الشباب اللي بيتحدثوا في الحوار الوطني عن احزابهم هم كوادر تدربوا وانتموا الى التنسيقيه، لانه ما دخلوا الحاضنه للتنشئه السياسيه، فاصبحت احزابهم عندها من الفخر انها تدفعهم انهم يتحدثوا باسم الاحزاب، وده شيء مهم جدا ان احنا نرصده، لان الكوادر اللي احنا شايفينها دي بعد خمس سنين، سؤالك بعد خمس سنين هم قيادات الاحزاب الحاليه، وده طبيعي بتبادل الجيل. احنا شفنا اعضاء تنسيقيه اصبحوا محافظين. نواب محافظين. عندنا ستة نواب محافظين. بالظبط كده، واعتقد ده كان بوتقة كويسة جدا او تهيئة كويسة جدا لهذا الامر. فشايف ازاي ممكن بعد خمس سنين داخل الاحزاب هيبقوا قيادات داخل خلينا لو حصل دلوقتي كمان يعني اكمل. خلينا نبص للتجربة كده بتواليها. لولا نجاح تجربة نواب المحافظين ما كان تمكين الشباب في البرلمان. تجربة نواب المحافظين لما نجحت من الستة المجلس الأمنا اللي عندنا في التنسيقية، لما نجحوا فتحوا الباب بنجاحهم لأن النواب يدخلوا في مجلس النواب وأن الشيوخ يدخلوا في مجلس الشيوخ، لأن بقى في ثقة في هذه المظلة أنها تنشئ سياسي وكادر سياسي حقيقي. المرحلة اللي بعدها شبابنا اللي معانا دلوقتي في التنسيقية ولسه واخدين منهم دفعة جديدة وبدأوا ينضموا معانا ونشتغل معاهم في مبادرات، المبادرات دي حاجتين، بنشتغل على الأرض وبنشتغل في مجال السياسات زي ما قالت الزميلة النائبة أميرة. الحقيقة ان ده بينتقل للأحزاب، لان الكادر اللي موجود في التنسيقية بيدرب بينقل الخبرات دي لشباب حزبه، وده مهم جدا طبعا. وهي دي بقى هو بينمي الحزب وبينمي التفاعل جوه الحزب ازاي، وده التفاعل انت سألت عليه، ده احد اضلاع المثلث اللي احنا بنتعامل معاه. ممتاز. ان احنا بندعم الأحزاب بكوادر منشأة سياسيا، وكمان هم بكفاءاتهم بيجذبوا شباب جديد يدخل في العضويه، وفي نفس الوقت في ممارسات تانية ان انت بتدخل الجامعه تبتدي تتكلم معاهم، فالشباب مفيش في الجامعه تعارض. يعني بالتالي ما فيش تعارض ما بين التنسيقيه وما بين الحزب سين او صاد، بالعكس ده مهم مكمل ان لم يكن استفاده. ده مهم. الحاجه التانية
احنا مثلا لما السيد الرئيس دعا الى الحوار الوطني التنسيقية خدت مبادرة انها تنزل الشارع. احنا كان عندنا شعار ان الحوار الوطني ليس حوار للنخبة لكن هو حوار للمواطن. مظبوط. المواطن يقول هو عايز ايه عشان نوصله. وده دورنا. فنزلنا واشتغلنا في المحافظات الحدودية، نزلنا في دوائرنا، نزلنا في القرى والنجوع من اول حلايا ابو شلاتين لغاية سينا لغاية مطروح وسيوة، كل ده كان مسجل وموجود. الكلام اللي قاله المواطن دخل عندنا في التنسيقية، اشتغلنا عليه، طلعنا مقترحات سياسات وورق سياسات وبعض التعديلات التشريعية اللي احنا بنشتغل عليها في أجندتنا التشريعية وبعض الدراسات اللي احنا بنشتغل عليها في الشيوخ. فأصبح ما قاله المواطن بالنسبة لنا في التنسيقية هو تكليف ان احنا نشتغل عليه. جميل التعبير. طبعا. والأحزاب بدأت تشتغل معانا لان شبابنا اللي نزلوا هم من الاحزاب، فبدات كل الاحزاب داخل الاحزاب فبدات الاحزاب يطبقوه في احزابهم. يطبقوه بالظبط. والاحزاب بداوا يتكلموا دلوقتي، بدل ما الكلام كان نخبوي الكلام دلوقتي تحس ان الكلام يعني حتى اميره يعني عارفه انا بحب اللغه الشعبيه. اللي بيحصل في الحوار الوطني ان كل قيادات العمل الحزبي والسياسي الان يتحدثوا لغه المواطن مش لغه التنظير، وده مهم جدا ان احنا نبص له. أكيد. نفتخر ان احنا التنسيقية قدرنا نكون يعني انا بستخدمها كده، ممكن يكون عددنا قليل احنا 400 لكن احنا اغلبية التأثير، احنا نجحنا في ده الحمد لله وهنكمل فيه. حي.